تعرف على طريقة وكيفية تفعيل إدارة تطبيقات على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة العمى، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط لوحة المفاتيح، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة التطبيقات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل كل التطبيقات المتوفرة، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.